السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تلتل جيمرز. معكم تختيم إضافة الدرينج. أنا فين؟ أنا هنا. إيش أبغى هنا؟ بنشوف ذكرى المثقوب. أنا عندك هذه تبغى إيمان 60، والله جيدة ذي، ترى ما هي بطالة، والله مرة ما هي بطالة. لكن عندنا هذا الشيء، هذا بصراحة برضه رهيب، هذا رمح، يكفي انه رمح، وكمان تقدر ترميه. ف خلينا ناخذ هذا. اذا محتار روح تدبل، اللي هو احنا فين؟ احنا يدبل لك ذي. شوف المقطع اللي قبل الماضي هنا اظن، ايوه هنا في المنطقة هذه، عند هذه ايش، هذه قلعة مانوس اظن، هنا يدبل لك شو اسمه الذكرى هذه، دبلها وشوف ايش تاخذ، او خذ القطعتين على كيفك. فانا بروح الان برقيه طبعا، وحجر حداد التنين العريق معي بس 3، الله ذا مهم ذا. نشوف شو عندنا، هذا وشايفينه ايش اقوى ولا يو، هذا اقوى والله بكثير، هذا اقوى والله بكثير، هذا كمان يسبب نزيف، هذا ما يسبب لك شيء. طيب فين بنروح الآن؟ حنا بنروح إلى الكنيسة، حنا من هنا نبغى نجي هنا، تمام، مدخل منطقة الكنيسة. طيب هو رمح، نجي هنا بس نسوي وأنت رافع الدرع تضرب من خلف الدرع طبعا، واحد. الشيء الثاني ضغط R2 ترمي هذا، كل ما علقت على R2 زيادة كل ما رميت مع نار، والحركة حقت اللي هي هذه ضغط لي L2 يصير الحركة حقت مزامير هذه اللي هي في الأرض، وش اسمه، الحركة قوية بصراحة، بس الدمج حقه ما عجبني يا أخي. طيب نرجع لهذا، نرجع لهذا، يلا الآن شو نصلح الآن؟ والله بننقص كثير، تجري تنقز هنا، ومن هنا تجري من هنا. هنا ما في شيء، هنا في اللي هم ذولي السلطعونات، تقدر تحتك معاهم على كيفك، لكن ما مسالمين. والله ممكن نرجع الرمح حقي ذاك، انا هذا شايف قوي ذا، بس انه ما ادري كيف ريت من هنا ما احسن. طيب اجري انقز هنا، هنا تاخذ راحتك، هنا في زعيم لف تحت، جي نقتله بعدين. انقز هنا، وانقز هنا كمان، انقز هنا، وانقز هنا، وانقز هنا كمان، عشان كل هذا ناخذ القطعة هذه، نبتة الضريح العظيم. يلا نرجع هنا. طيب مرة ثانية نجي هنا، انقز، ولا نروح هنا. طيب بخصوص الزعيم الماضي مزامير، بصراحة هو ما هو صعب، لكن ممكن قلت صعب. انقز هنا، اوكي ممتاز، هنا ما في شيء، بس في اعداء يجونك كذا انتحاريين، بس اشرد عنهم. اظن وجود النار معاك شيء ما كويس. انقز، انقز عنهم يتفجرون هذولي. هو صعب، هو مشكلته ايش؟ شوف هذا كيف اعطيه كذا، وات غريبة، والله قوي. اي هذا قاعد لي على اتفجر ذا الغبي، الله عليك انت وياه، ماني فاضي لكم. انقز هنا بس، هو مزعج بصراحة، يعني ما هو ما يعطيك فرصة نقتل هذا الشيء. شوف كيف اشعل وحدة، اظن عشان هذا ناري ممكن ما، اي بدي الحركات حقتك دي ما لها داعي، ما لها داعي، خلاص اسف، خلاص اسف يا شيخ، والله اسف. ود انت والله قتلني هو، ترى والله هو قتلني ترى، شوف الحركة،
شفت كيف؟ بهلوانية بهلوانية. فش اسمه قاتل بسلاح، اذا مرة صعب عليك قاتل بسلاح رادان، اشتغل عليه بسلاح رادان. هذا تحت ذا ازعجنا ترى، وما يجيك لا تخاف، بس كذا مزعج بس ما يجيك. مش على فوق هنا، هنا الان تلقى تنزل من فين، هنا في قطع تنزل من هنا، بس انتبه زي ما قلت لك طيح على ايوه زي كذا، وفش هنا بس هو زي كذا بس. ولا هو انا كان ودي انه اشتغل اوريكم استراتيجية، لكن ما في استراتيجية، هو ما يعطيك يا اما معاك الدرع هذا. لا 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 لا، واو بضغط L1، يوه يوه والله بتروح، بس ارفع الدرع وانت ساكت. بس الدرع هذا يصد معظم الضربات، لازم تخليك عنيف معاه لا يقتل اصحابك. فين نروح من هنا؟ بنزل تحت هنا، بطيح تحت هنا. وش عندنا هنا؟ انتبه المويه هنا في القطعة هذه. طيب الآن نيجي هنا بنكلم شخص، وهنا أيوه ذاك الباب حقه. الآن الشخص هذا احنا قتلناه قبل كذا، جانا مرتين، لكن قبل تكلمه لازم يكون عندك القطعتين هذه. أظنك إذا كنت ماشي معاي القطعتين هذه معاك، اللي هي هذه وهذه، قزحية النعمة وقزحية الاستتار. فأنت يا إما تعطيه هذه ويعطيك حركة، اللي هو يتوقع يعطيك مو حركة، يعطيك سمن، أو تعطي هذه وتاخذ سلاحه، فأنت تختار. أنا بالنسبة لي بعطيها السودة هذه، قزحية الستار، ما أدري إيش اسمه ذي، بعطيه قزحية الاستتار اجلس يتكلم ما ادري ايه، ولا نعطينا السلاح، من اللي عندنا نعطينا السلاح. فانت على كيفك، اظن احنا قتلناه هنا ما ادري فين، والله ناسي المكانين بالضبط. احنا قتلناه اظن هو اللي قتلناه في وين الكنيسة، اظن الكنيسة هذه اظن هنا. شوف هو بس اخذنا سيف كلين العظيم، هذا السيف جيد، سيف يسبب من هو يطعن فجيد. طيب من هنا فين بنروح؟ من هنا بنروح على، ودي اخذ هذا الشيء، هذا يعني ما ايش كم يعطوني؟ يعطوني شيء 800، حق تفريم خفيف. ايش اللي بيجيك هذا؟ بيجيك هذا، خشينا اول شيء ضرون بطل مجهول. اوكي يا اخوي خذ خذ، اوكي كسر ممتاز. ممكن هذا عشان ناري الشخص، عشان ناري ما اثر فيه بشكل كبير. طيب احنا فين بنروح احنا الان؟ طريقنا من هناك نوعا ما، الجهه ذيك. لكن احنا شو نصلح؟ نيجي هنا اول شيء نوم تجاري، اطلع من المكان هذا تلقى الحلوين هذولي. خذ يا اخوي، انت عندي وركز على ذاك. انا تعال هنا، لا تسوي زي كذا. يا اخوي تسوي زي كذا يا اخوي، ايش فيك انت؟ في قدامك جريس، ما عليك منه، خذ راحتك معي. الثاني هنا في زحمة، انتبه. وين الزقاق؟ وش هنا؟ ماني مصدق، ماني مصدق انه ما يصل. الا يصل، خليه يجيني. تعال تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، خذ لك. ممتاز. مش فين هو؟ في زقاق هنا، انتبه له، يحشرونك هنا، يجي لك من وراك يحشرونك او من فوقك. طيب انزل. طيب طولني على الفاضي، الان اطلع فوق، تسلق فوق عشان ايش؟ تفرغ المويه القلعه. تعال هنا،
يجيك مقطع سينمائي الآن من الموية تفرغت. شفت المقطع؟ مبروك، انجز هنا وانجز هنا. وين هذا؟ هذا مع هذا مع هذا، وانت كذا ولد كويس. الآن هنا انتبه معاي، هنا جنب الروح جريسة هنا. ايوه النعمة هناك، حنا بنروح، احنا بس ناخذ قطعة، القطعة هذيك ناخذ هذه اللي هي قص الحفاة المنقوع كليا. طيب اظن هذا حق يسرع له اللي هو قدرة التحمل، نسرع قدرة التحمل. طيب زاد مستوى، نحطه كمان في التحمل، خاص التحمل، خاص حنا كده تحمل كويس، يزيد نقطتين كويس. طيب هذا الزعيم والله ماني مشتي ادخل عليه بالسلاح هذا بصراحة، ماني مشتي ابدا ادخل عليه بالسلاح هذا. هو فين؟ هو هنا. خذ هذا الشيء، اقتل هذول الشباب الطموح. خلينا نفوت تربت. وهنا عندك يطلع لك الان سطعون كبير، انتبه بس لي عليه علوي. طبعا يضرب يا اخوي، ضرب ولده يا حرام، قتل ولده، والله شيء محزن. طيب ناخذ هذا، لا ما تستدعي لا مهمك ولا بطل، لا ميمك ولا بطة تستدعي. خش عليك الآن، جيك الآن، وانت بيلبس بس مسكاته. بس كذا خلي وقف شوية واضربه بالحركة ذي. كيف الدمجة؟ هذي وين ذي كلها؟ والله لو هذيك كان صبتك، هذيك المطر هذيك كان صبتك. تعال هنا يضرب بدا ثنتين أربع درعك، ومن عارف كيف ينضرب هذا، ما عارف كيف ينضرب صراحة. اضرب طيب ولا حين يضرب؟ ايوه 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 شرد، شفتها والله شفتها هذه المسكة دي، انتبه لها. يضرب اضرب دعاء. ايش صار علينا يا اخي؟ والله معركة قاتل ذا، والله ما اعرف ايش قاتل، ماني عارف ايش قاتل ذا، بس كذا بس تضرب، ما ادري وين تضرب. طيب تعال اضربني ولا خلني انكسر، انكسر ولا ايش؟ ايوه انكسر اطلع. اضرب ايوه قتلني 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 والله العظيم. هذا اللي هي انا جوا الشجرة. المسكة المسكة، كنت خلف الشجرة، كيف مسكني؟ فسر لي بديت الآن تنرفز، بديت الآن تنرفز. هو ما هو قوي يعني، ما هو شيء قوي اللي تقول يقتلك. خلاص ما أدري كيف ينضرب ذا أصلا، تاخذ من عنده عباءة الأشواك. شكله جيد، شكله شيء جيد. وضعي كيف؟ وضعي كويس، وضعي كويس. هالشي يلا خذ هالشي، جاهز. طيب عندك هو المصعد هنا، وديك على فوق، نفتحه ندخل نشوف ايش فيه. هذا وديك على جريسا، وديك على نعمة. النعمة هذه كيف لو دي نعمة كويسة تنقص؟
طيب الآن بنروح هنا، نرجع وين بين المصعد من هنا صح؟ وين المصعد؟ هذا المصعد. اوكي سلاح ذا، والله بشرب السلاح هذا، هذا يعطيك نزيف اقل شيء. طيب حنا فين؟ حنا طالع المصعد، خش يمين يمين، فيه اشياء كثيرة تسويها، من اولها اللي هو هنا تدخل على سلطعونات، نجلسين هنا سلطعونات، سوي شيء بنقتل هذا السلطعون الكبير هذا حقهم، يجي غدرة 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 طبعا. شوف يا ابوي دمج دمج عادي، والله دم يا رجال، وين يا رجال؟ والله ما اقدر، والله جربت اسلحة كثيرة، السلاح ذا يدمر، السلاح هذا والله يدمر، والله مرة يدمر السلاح، والله مرة. اقدر اطعنه؟ اقدر، والله يدمر السلاح هذا، اقل شيء يسبب نزيف، يعني اضعف الايمان يسبب نزيف. تدخل فصل ذولي وتضغط لي كيلل تو، يا الله والله كل ما السلاح هذا يقول ليش تغيرني، والله احسه يعاتبني يقول ليش تغيرني، انا زعلتك فيش، والله كل شوي يقول انا زعلتك فيش. طيب الان بيجينا واحد من العفن هذولي، واحد ثاني ودي استخدم معاه سلاح ردان، سيف ردان، هو وين هو الان؟ ماني عارف وين بالضبط، خلينا طيب يسار والمصعد، نكمل يمين، وظنه في الجهة دي صح، أو إيه يقربه، ركز عليه. طيب خد خد خد، خذ الثالثة كمان، خذ الثلاثة يا حبيبي، أقسم بالله دمرته. تعال هنا يا اخوي، تعال يا اخوي، هذه اوكي، هذه لما هي هتفجر، يعني تفجر يزلزل الارض من تحتك. تعال هنا يا طعس يا اخوي، ما نعرف كيف اضربك، انا ما اعرف اضربك انا، بس ما يعني وطرتك جاسة طرتك. لا لا لا، وش سويت انا؟ وجاسة طرتك، ماني فاضي لك اطرتك. تعال هنا الحين، سبحان الله يطل يخترق شفت كيف؟ والله عرفت، راح يخترق الجدر ويمسك، قلته والله قلته. طيب تمسك مرة ثانية، لا تشق الأرض من تحتي، يلا من عندي واحد كمان مقاتل، من عندي غير أنت. يا رجل يتضحك، تعال هنا تعال هنا، لا تمسكني يا شيخ. يا عمي كيف تسوي انت يا اخويش؟ يا اخوي تعال، مت انت سنت، ايوه كيف ينضرب ذا الله، خلاص مت انت، ما اساس اني شو اسمه، خلاص موت. هذا يعطيك ايش؟ يعطيك هذه قزحية الاستتار، نحتاجها احنا بعدين، قزحية الاستتار. ناخذ هذا، وخلفه في قطعة، هذا ولعت ولا طفيت وشغلت؟ طب عندك هنا قطع، تبغى تحت لك تموت يضغط تحت، وش فيه؟ في قطع كذا متناثرة تراها هنا وهنا، فناخذ هذا. عندك قطع متناثرة، عندك هذه، عندك هذه بكوري، وش كمان؟ طيب الآن احنا نخش على واحد، والله ما أدري كيف وين رحت وين جيت، أنا خايف إني شو اسمه، والله خايف إني أطيح في حفرة ولا شيء. طيب احنا فين رحنا؟ فين جينا احنا؟
هذا المعركة حقة الوسخ ده، ومن عنده عنده كذا قطعة كمان، لا قطعة كذا منثرة كذا ما ذات أهمية، تبغى تجمعها على كيفك. هناك ما في شيء، يبدو نرجع الخلف، يبدو نرجع الخلف وننزل مع الدرجة هذا. أيوة يخش هناك صح، هناك بيقابلنا واحد. شوف هذا شو يسوي ذا الغثيث هذاك، شو يسوي المنفذ هذاك؟ يستدعي جنود، جنود انتحاريين، فلازم تقتله بسرعة، لازم تقتله بسرعة، لازم تقتله بسرعة، عشان تقتله بسرعة تسوي زي كذا. أيوة وكانت خطوة غير موفقة بصراحة. تعال هنا طيب، تعال هنا طيب يا أخوي، اقرف أهلك. طيب والله كانت غير موفقة بصراحة، يعطيك هذه خوذة قناع الموت، تجي ورا هنا وتلقى هذا الشيء. هو شوف هذا يفضل توقف بعيد عنه وترميه بالرمح هذاك الجديد، الرمح اللي اخذناه ذاك الجديد ترميه فيه، تطلق عليه هو الافضل يعني، تطلق على معاه الشباب اللي معاه عشان شو اسمه ينفجرون هم عليكم من المشكلة. والله حتى اقوياء يعني، اول مرة يعني يمرن علي، مشكلتهم الدم حقهم عالي. و احنا ماشيين كويس، ماشيين كويس ولا جالسات تسولف؟ انا ما شاء الله علومي كثيرة. طيب هناك في الباب هذاك. طيب قبل نخش الباب هذاك بس بنسوي كذا لفة كذا بسيطة، بس لفة بسيطة مهمة، والله لفة بسيطة مهمة. نيجي هنا ناخذ الشيء هذا، وصفة كاهن ميدان المعركة. وين هي اللفة؟ وين ال فين المصعد؟ وش المصعد؟ في مصعد فين؟ دقيقة نفتح الباب بس. طيب عندك مصعد هنا، خليه بعدين، هذا خلفه جريسة، بس احنا قبل الجريسة بنروح هنا، نرجع الخلف بنجيب قطعة مهمة، قطعة اللي هي سكادو. فين المصعد؟ المصعد هو قبل تدخل الباب هذا. ايوه قبل تدخل الباب هذا، فين؟ أوريكم في المكان الآن. أيوة شوف هذاك الباب قدامك، خش يمين تلقى المصعد، هذا المصعد. أيوة المصعد الآن وقف هناك عند هذاك، تقتل هذاك، نخش عليه. هذاك صوب ضعيف أصلا هو كذا، الله أضرب المكان ده جيناه ترى اول يعني، بس ليش احنا رجعنا؟ لو هناك رحنا هناك لما فتحنا قفلنا المويه لكنا في الحافه، وينقص خذها اللي هي شجره سكادو. طيب اذا طلعت من هنا فين الباب حقنا؟ وين الباب هذا؟ هو الباب. خلاص الان احنا نقاتل زعيم، برضه بلون زعيم صعب، بس نشوف ما تدرون، كنا نلقى واحد يخلينا نغير البولت كله. تعال ننزل من هنا، مصعب طويل. طيب وهذه الجريسة، ونريح هنا. طيب الآن بنخش على زعيم، الله شكله صعب، بيقرفنا. وين نروح؟ نطيح هنا، هناك ضيعت الطريق اصلا. والله زعيم اللي هو عبارة عن شو اسمه، شو اسمه، وردة اسمه تباع الشمس هذيك، سان فلاور. ناخذ هذه قزحية النعمة، وهنا في حاجة هنا هذا رون ميركل. هذا ايش مشكلته؟ ايش مشكلته هذا؟ أكبر مشكلة اللي هو يسبب لك نزيف،
هذه اكبر مشكله، والنزيف ممكن يقتلك. طيب بصلح معاه هذا، هذا زعيم غثيث، ابغى البس، ابغى البس اثقل اثقل شيء، اقوى شيء عندي. قرب اخلي، لانك مراوغه ما راح تراوغ عنه، يعني ما تستفيد من مراوغه. ناخذ هذه، سروال ثقيل، يلا شوف كيف كذا. طيب واخذنا هذا، طبعا هذا الدرع ده معاك على طول، هذا ايش يسوي ده؟ تحمل، انا اخذ ليش لا، تمام. خذ هذه عشان نزيف، تمنع النزيف شوي وسبب لك نزيف، وخذ هذه عشان تعالج النزيف لو احتجت له، وخلي رافع درعك. بس اهم شيء في الحياة عندك ايش؟ درعك، درعك يحميك. الميمك نبغى نستدعيه، شوف انا ارفع درعك، يا نفس الدامج، يعني ما هو نفس الدمج اللي اوله، ما في فائدة لما لبس درع ثقيل. تسوي الحركة هذه، دقيقة لا تتحمس، اطعن، ارجع ارجع الخلف، ارجع الخلف، ارجع الخلف، يضرب الضربة الأخيرة، ضربة أشواك، تنقز عليه، يا أخوي من جدك أنت، خذ، ركز على وجهه، تستخدم الشيء ذا كذا، تطعنه، أوه الدرع راح، ما انتبهت والله. ارفع دقيقة يضربك الآن، هذه المسكة، والله شرط أنا هذه المسكة، يعني ججلتك. تعالين خذ، استشرق، ارجع الخلف بس، ارجع الخلف بس، تعال هنا بس يا اخوي، لو جيت تحته ما ينفع، لو جيت تحته ما ينفع، الدرع ما ينفعك. هذه المسكة ذي بس، روح عن المسكة بس تقريبا، لو جيت تحته كيف اضربك انا؟ بالله هذا نزل لك اشواك، ما عليك طيبة، هذا يرمي عليك هذا الشيء، الأشياء ذي يفضل تصدها، يفضل تصدها. يلا أيوة، عندك وجهه، قطعنا قطعنا، الحين كذا يسوي حركة غريبة. طيب يا تعال، أبغى أجي تحتك أنا، جيت تحته ما ينفع الدرع، تقدر تصيب انت يا ترمي، هذه حركة اللي هي ذي الدحرج. انا جاس، المرة الأولى دي عليك، هو طبعا ثلاث اشكال زي ما قلت لكم، ما قلت لكم صح؟ ما سوي له شيء، المرة الأولى طاح، لا ما طاح، غريبة طاح. طيب كويس، نطعنه، نطلع الميمك، انا استقبلك زي كذا، والميمك يفضل طلعه في الفيز الثاني، في الشكل الثاني. هذه الحركة اللي هي هجوم، يجمعك ثلاث مرات كذا، نسميه هجوم التريلر. بس ارفع درعك، سوي نفس الحركة اللي أولى، أنا المكدوب، آه عليك، طعنتني وأنا بحبك، متيم، وتجي تحته، على كيفك شوف، تحتك الدمج دمج، يعني بسيط نوعا ما، بس أقل شيء، وطبعا يدمجك، يجيك من الخلف يدمجك، أنا ماني عارف كيف، خذ درعك. هذا معناته بنرفع الدرع، بس اهم شيء النزيف، انت بس النزيف حنا ضعفناه شوي، ركز علي، خش يا ميمك، هذه اوكي،
خش يا ميمك. طيب الميمك انا جايبك ليش؟ والله الميمك صار مالي داعي. بس بعد الميمك المشكلة صاير دب. اي ما ينفع يا ابوي، والله رفعت الدرع يا ابوي. ما معقول يا ناس، يا ناس انتوا شايفين ولا ايش؟ رفعت الدرع يا هوش بنا يا اخوي، ما يصير كذا يا اخوي. رافع الدرع انا يا اخوي، جننتني ترى. اي يا ميمك خش. طيب ايش سوى؟ ارجع الخالد بس قال لك جنب وكابتي واحدة. طيب واحدة ما هي مشكلة، ارفع درعك أن يهجم كان لما اقترحه. ايش انت؟ اقطع نقطع نقطع نقطع. بسرعة 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 عطه يا شيخ، الله يقرفك. المرة الثالثة، المرة الثالثة في حركة يسويها هي زي ما تقول المفتاح حقك. الحركة هذه حكاية، تقدر تراوغ أو تقدر تصد. حتى نحن بنصد، إذا سواها يطيح. تمام، هي الحركة الوحيدة اللي تقدر يعني زي ما تقول حلوة بالنسبة لك. أن يهجم الهجوم حقه ذا غريب. يلا حول على الميمك بسرعة، لا يضرب الضربة حقته. انا عشان اذا اسوي الحركة ذيك بكون قريب من عند. تقدر تراوغ هذه الحركة، تقدر تراوغ، خليك قريب من عند عشان تعطي طعنتين. يلا بعد عنه، انتبه الحين نسويها مرتين. انتبه الحين نسويها مرتين الحركة ذيك، الضربة ذيك اللي هي اللي نقتل عشانها نقدر نضربه. اوه راح الميمك، مسك الميمك، مات الميمك. ما هي مشكلة، ما هي مشكلة، احسنت يا ميمك. يلا نواجهك بس، انا بنتظر الضربة هذيك. يلا بسرعة خلصنا، سوها بس. سوى بس، انا شوف كيف صاير عنيف شوية. هو عرف، عرف الهرجة، هو عرف الهرجة، عرف اني استناه، عرف اني استناه. خلاص قالك والله ما سوى لو ايش. لم تضربك انا، انتبه حان سويها مرتين، انتبه لا تحمس. اوكي اظني ضعفت شوي، سويها مرتين. ايوه سويها مرتين الان. اوه والله كاد. ايوه خذ لك. ما ضغط ار2 انا مشكلتي. يلا هجوم حقك، هجوم هذا التريلة. يلا متى تضغط ار2؟ متى ترميه؟ ان هو يضرب ضرب بعيد المدى. او هذه نسويها 10 مرات. سبحان الله سواها 10 مرات ومات. هذا هو الزعيم الزهرة مدري ايش دوار الشمس، عنده اسم يتبع الشمس. شوفوا حطان غير 2260 ألف. الله عليش، في حركة اللي يسوونها الناس هنا في قطعة هاي تكسرها، هذي تكسرها ذي وتعطيك قطع. ممكن تعاني معاه لكن كذا هو الأفضل، تعلم حركاته. هذا السلاح ذا تقدر ترميه، هو ما تسبب له نزيف فلا تتعب نفسك. السلاح ذاك تخلصت منه لان ما سوي له نزيف، فمن ما منه فايده نوعا ما النزيف. هو ضعيف ضد النار، اذا عندك سلاح قوي ضد النار
تقدر تسوي لكم سلاح اللي هو الناس تضرب السلاح هذا. انا خلت نفسي ثقيل زي كذا عشان اقدر اصد الضربات على قد ما اقدر، لاني راح اواجه لو زي ما انتم شايفين مواجهة. اوريكم بس كيف ناس تسوي جلتش. بس خلنا زيادة المستوى، نحط في التحمل كمان، ممكن نحتاج التحمل، ممكن نحتاج التحمل. خلنا سافرين عشان اوريكم الناس كيف تسوي جلتش. فهو بالنسبة لي ما هو صعب، بالنسبة لي كان ياخذ وقت، بس انتظر اللحظة المناسبة تضرب فيها، ما انت مستعجل، لان الدرع وصد كل شيء، بس يعرف كيف تستخدم الدرع. الحركة الأخيرة اللي هي في الأخير الفيت الثالث والشكل الثالث، هذيك الحركة ترى خطيرة جدا، لأن لو سواها 3 مرات الدرع حقك يرتد، فلازم يكون لما يسويها قدرة التحمل عندك فل. تمام. الآن في حاجة مهمة جدا، هي إذا كنت ماسك الدرع زي كذا قدرة التحمل ما تتعبى بسرعة، تتعبى بشكل جدا جدا بطيء. فأنا شو أصلح لو حطهم أفلت الوان وأخلي قدرة التحمل تزيد بسرعة أكثر لما أكون معلق على الوان. فهمتوا كيف؟ فمثلا لما يصير حركة التريل، لما يروح ويرجع حركة التريل ذي، أصد هو رايح، أفك كذا شوية الوان، بعدين أصد هو يصد وأفكه وأصد. تمام. وكيف أجلتش الناس تسوي هنا؟ أقدر أسويه هنا، شايفين يجون هنا شايفين يصلحون زي كذا، شايفين تحت يصلحون زي كذا، تبغاك تمشي زي كذا، تمشي وتكون مركز، هي الفكرة انك تطيح زي كذا. تطيح على الحافة، هي توقف على الحافة وتضرب بي. لازم يكون معك السلاح اللي هو مين، لازم يكون معك السلاح هذا، شايفين السلاح هذا، السلاح هذا هو افضل شيء. وبس، وسبام ال2، سبام ال2 لين تقتله، بس هو ما يصيبك ولا شيء، هو يجي عندك تصلح سبام 2 تدمره. بس خل معاك الاجراءات، صح، اجراءات سحر اكثر، مو اجراءات صحة، اجراءات سحر اكثر، يعني شيل معاك 7 8 وتسويه. والله قلتش كنت بسوي، جربته بس مت، وما يعني صعب، صعب جدا تطبيق، صعب جدا. يمكن صلحوه، اظن صلحوه، ممكن صلحوه، ممكن صلحوه جلتش، تنزل تحت ذيك صلحوه. طيب الان فين بنروح؟ الان نرجع هنا الكنيسة الغارقة. طيب حنا اذا جينا هنا ارجع الخلف، وش يمين ولا يسار؟ اي يمين، ايوه قش هنا يمين كذا، من هنا يسار، ونقاتل الزعيم. بنروح المصعد هذاك اللي هو فين المصعد هنا، اي هذا هو المصعد، هذا المصعد، انتبه يمكن مرتفع عندك. قاتل زعيم بس اظن نقفل، والله زعيم يقولون صعب، والله هذا الزعيم صراحة حق اللي هو الوردة هذا، والله بصراحة صعب، والله عور، والله عورنا. خذ يا شيخ، موت انت لسه ما مت، بس عرفناه يعني، كويس اني قدرت اقتله بطريقة يعني تكون مفهومة بالنسبة لكم. إذا غش تحت تستخدم سلاح، صح نسيت السلاح، صح. الآن نروح إن شاء الله أوريكم السلاح فينه، السلاح مو معي بس شوفه موجود هناك. طيب أوريكم بعدين السلاح فين. إحنا الآن فين؟ رجعنا إلى حصن الظل. هذا اللي كان يرمي علينا، ولما هناك كان يرمي علينا الوقت الماضي، وقلت وين وذا أدور عليه. طيب حنا فين هنا؟ عند المخزن، الجزء الخلفي، نبغى نروح اللي هي الطاولة والعجوز هنا. طيب نشوف هنا عندك سلاح، ذا سلاح ذا جيد، والله سلاح ذا يهبد، سلاح قوي، ذا مطرقة يعتبر، بس يبغالك إيمان، بس يبغالك إيمان 25، ممكن آخذ. وهذه برضو قوية، هذه اللي يطلقها علينا وتتبعنا ذيك، برضو قوية، فبخليه بأجله. وين السلاح اتكلم عنه انا؟ والله ماني عارف فين السلاح، اظنه مو هنا، يمكن ما جمعته انا، اتوقع اني ما جمعت السلاح، اي ما جمعت السلاح. هنا كمان تبغى معدات الابطال، ترى هنا هذه المعدات حقتهم، الدروع وغيره. طيب نكمل، نرجع هنا ونكمل المخزن، الجزء الخلفي. طيب ممتاز، احنا كذا كويسين، بس بنروح قدام نقتل فارس النقر
وبعدينه إن شاء الله إن نتقدم. حقيقة والله أحلى شيء إنه سو والله مرة ما درى عني يا واد يا ثقيل. طيب واحد يدخل له يستوعب مين عمه. واد يا بويا أبله. طيب خذ الشيء ذا، درع كارية الطاعنة، وهذا نفس هذا الدرع هجومي، درع كذا يهجم. الآن أطلع أطول سلم، ما راح أطلع لفوق. أول ما تطلع في وجهك مين هذا الكمبارس هذا. يحسبني من هذول الحين يرجع يضربهم. مالك كيف حالك انت؟ ما في شيء؟ طيب ما في شيء هنا، عندك هنا درج. دقيقة ناخذ المصباح. الدرج هذا خش كذا يمين وجي خلفك فيه أحد الأخوان هذولي. ليه كذا ليه؟ ليه تسوي الحركة ذي؟ كأنهم صاروا أقوى تصدقون؟ أوكي هذا تويست، صاروا أقوى. طيب الآن وش عندنا؟ نبغى نخش، خش هنا، خلنا نخش قدام أول شي. دقيقة، يمين ما في شي. طيب نخش فين؟ نخش هنا، اقتل هذولي واقتل هذا. لا تطيح. واو النقزة دي كان ما لها داعي. النقزة هناك، في شي هناك، ما علينا. الشي هذا اقتل هذا، ما في غير ذولي. هنا ما في شي، هنا ممكن نرجع لذي بعدين، بس دقيقة وشي خلنا ننظف عشان النار يشتغل. الشي هنا، هنا شوف بعدين شو نسوي. طيب حنا كيف هناك ندخل من الباب هذا؟ اوه شيء شيء فجاني. وناخذ الشيء هذا الافعى النارية، ترى هذه قوية، ترى هذه مرة قوية الافعى النارية، هذه مرة قوية. طيب الان بس نروح للامام وننقز مع هذه. هذا الشباك هذا ما في شيء هناك، بس اطلع هنا هذا الشيء ذا. زار الدوارة الشمس، والله صرت اكره الدوار الشمس والله بصراحة. صلحوا زعيم ثقيل. طيب الآن ناخذ ايش على المصعد. وجهز لي السحر، انت هنا تحتاج السحر. طبعا اذا معك السيف هذا السحر ب L2، لا R2، السحر بR2، لان هنا بيجونك. تقول ما في احد هنا، اوكي هو ما في احد صح، فلكن هنا فيه خفافيش يقرفونك. اثنين والله كويس. وش كذا من عند هذا وش هنا، انك اذا طحت تموت ترى، اذا طحت تموت. وثلاث عشان نبعد شوي. خذ هذه القطعة وانتبه هنا، ما اقدر اجيبه من بعيد فهو مشكلة. يجي هنا، يفضل السلاح هذا عشان لو هجم عليك ايش اسمه الخفاش، ارفع درعك واطعن. نروح من هنا، شو اروح من هنا؟ في قطعة هناك ويني؟ دقيقة، قطعة فين القطعة؟ هناك مثل هذا. بس يا اخوي لا تقهرني يرحم امك يا اخوي، تعال. ومعقولة يا اخي، قطعة هناك، قطعة هناك، هنا في قطعة
اي حجر حدادة، وهناك في قطعة تحت عند ذاك حامي الحمى، هذاك الأستاذ باتمان. هذا يا شيخ، طيح تحت عشان تاخذ القطعة هذه، هذا طبعا سحر الغضب عن بعد. فناخذ هذه، هذه اطلاق موجة صادمة، نفس الحركة حق تخفيش اللي هي. طيب نبغى ننقز، نبغى ننقز هناك. اوكي لا اجري وانقز يا حبيبي النقزة رشيق الاستاذ. الان نطلع فوق، هنا بيجيك واحد غثيث يرمي عليك شو اسمه، دقيقة نغير. اوكي لا خلنا دقيقة، يلا هذا طبعا هذه يوخر عنها، ما عليك من هذه، خذ اضرب اضرب يا حبيبي، اضربني اضربني اضربني، انا باك تضربني. ايه انا ابغاك تضربني، اضرب هي تلك يا حبيبي. يلا لو نبغى نروح الان، نبغى ناخذ القطعة هذيك وبعدين نرجع باتجاه المعاكس. يا تقهرني والله انها تقهرني، كانها مقصودة. خلاص بقيله التافل يموت وما يموت. لما نروح عندنا الان ننزل لتحت. طيب نبغى نروح هناك، لا هنا هذا ذاك المخرج حقنا، نبغى نروح هنا المكان الثاني. لا انا بروح عند ذاك، شايفين هذاك الاحمر، نبغى نروح عند الاحمر هذاك. كيف نروح؟ طيب عشان في قطعة نبغى نجيب، اوريكم فيني قطعة فوق هناك، شايفينها القطعة هذيك؟ كيف تدخل القطعة هذيك؟ تيجي هنا تخش كده، حوس المكان ده صح؟ نبغى نطيح عند ذا، كيف نطيح؟ نطيح من هنا، نطيح من أي مكان، جزك سلاحك بس، قتلنا ذاك طاح، نخش عليه هو هنا. وين؟ لا يا شيخ مو هنا يا شيخ، وين؟ لا مو هنا، تحت المكان الثاني، تحت تحت المصعد ذا، فوق المصعد خش هنا، احنا نبغى المصعد حنا صنعت هذا. دخلنا بونس، كنت بقتلك شر قتله. يلا ما علينا، هذا يا شيخ يلا والله اعطاك هذا. اوكي اعطيك احجار هذا. طيب شنو نبغى حنا؟ نبغى نجي هنا، خذ الجرعة دي بس احتياط. طيب الان شو تصلح انت؟ حرك المصعد واطلع تمام، وخليك هنا رجال المصعد الثاني، خليك واقف فوقه تمام، شيك المكان هذاك، اجري وانقز. خلاص الان انقز هنا وطيح هنا، نبغى نروح هنا هناك اتجاه هذاك، شايفينه؟ مش كده، مش كده، وانزل هنا تمام، خش كده تحت كويس، انقز هنا خلاص بس. هذه هي الهرجة، ما في شيء، نطلع من هنا، ما في شيء هنا، ما في شيء هنا، ولكن في مصعد.
بس الان احنا رايحين الزعيم من هنا، ننزل هنا تمام. طبعا في يمينك باب ما له داعي ما يفتح، بس خش المصعد هذا. طيب خلاص، وهذه القروسة، نخش على الزعيم المعفن هذا. جاء الآن زعيم غثيث ثاني، يلا. هذا زعيم الحصان القائد غيوس. أول ما تخش عند الساحة اتجه باليسار هنا كذا الركن هذا، واستدعي الميمك. خذ لك جرعة وكالعادة ارفع درعك. أظن صلحوه ذا، خليك من ركن في ركن يا اخوي. حتى يرفس برجوله، يرفس بكل شيء عنده، يرى اي شيء يستخدم يرفس، يدمج كل شيء في حياته يدمج هذا. والله مرة هذا يا رجل. طب دقيقة خليني اضرب هذا، بس يبغاله حاجة كيف احشر هنا بالركن هذا. وينه؟ خليني اسوي الحركة دي. الدمج دي كويس. من خلف حجاب، اي عليك. الان سوي الحركة دي غثيثة. وين الحركة حقته؟ ويني؟ وينه؟ هذه الحركة دي نزل، تعال هنا. هذه الحركة شفته زي كذا، يطلع فوق ينزل تحت، ينزل عليك بضربة كذا قاتلة. بس مركز على الميمك كويس يا حبيبي، الميمك تعنف يا حبيبي. يضرب هو زي رادان، هو عيار رادان هو الوصف. خليك هنا بطل اشوف. خلاص زبطت هنا. والله معليش، والله يبغى قاتله يا اخي، لكن والله ما توقعت يا ابن الحلال. معليش، عندك الركن هذا، بعدين تعلي هنا خلف الركن هذا، خلف الركن هذا ما يجيك، لانه اذا دخل المنطقة هذه، دخل المنطقة هذه، انت تقدر تيجي خلف الركن هذا، وهو زي ما تقول تعلق خلف الركن هذا. اذا الميمك امسكه هنا كويس، تجي خلف الركن هذا يصير ما يسوي لك شيء، وتضرب بالضربة هذه يدمج، وممكن يدمجك حتى هو، يعني ممكن يدمجك هنا. بس انتبه لا تدخل فيه، تقدر تقاتل بالحصان، هذه منطقة تقدر تفحط فيها بالحصان، لكن ما انصح بالشيء هذا، ما انصح ابدا بالشيء هذا، لانه هو يضرب بجميع الجهات الكلب. والله ما ادري كيف قتلت الركن بصراحة، ساعدني وبس. طيب طيب نفرم ونرجع ان شاء الله بعدين، بس اهم شيء الان عشان نصلح قدم شويه بس. طبعا المنطقه هذه، الزعيم هذا وزعيم الورده، هو هنا هو هنا اظن، هذول شو اسمه، وين اروح هنا، هذول ترى شو اسمه اختياريين، يعني مو مع القصه هذول، هذا كذا فرعي، فاختياريين فرعيين تمام. فمو لازم تجي المنطقه هذه، تبغى بس يعني بس تبغى تخلص، لا تجي المناطق هذه. وحتى زعيم هذا ما خلفي شيء، بس خلفه حاجة مهمة جدا. الآن نجيها هنا، يجيك واحد كذا غثيث. وينه؟ يجيك واحد غثيث هنا على ذيب. بس نخش هنا. وينه؟ نخش هنا عشان نحشر أبوه، ناخذ هذا الشيء. وين؟ تعال هنا، تعال هنا يا عبيد الله، تعال هنا، خليني يا اللعان جدك. اوه ما تقعد كذا، الدمج حقك ايش فيك انت؟ دقيقة ناخذ هذه، ناخذ يا اخوي، خش هنا يا اخوي، تعال هنا، تعال هنا بس، خذ 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 خذ، انزل، مات؟ اوكي، اعطيك سروال بس، هذا، اوكي اعطاني حق ترقية كويس. واللي يهمنا في الهرجة ذي كلها، يعني المنطقة ذي كلها، يعني تقريبا اللي فيها بس حاجة واحدة بس، اللي هي بصراحة هي تستحق العناء،
نوعا ما، ما هو مرة نوعا ما، اللي هي هذه شايفين هنا، جيت عند القدر هذا الكويس، هذه اللي هي تلقى هنا شجرة سكادو، شجرة سكادو، شجرة سكادو، يعني حقت كم، خذنا كم، 5 ما تنشي، بس شوف القدر هذا كيف، في شيء وما في شيء، الناس والله داخلة تدور امرقة، ما في شيء هنا، بس في هذه بس تبغاها، لهذه دوار الشمس بس. طيب الآن نرجع فين؟ نرجع الآن هنا، شايفين حصن الظل البوابة الخلفية، وهنا خش يمين تلقى فيه قطعة، ايش انا استكلم، والتمثال هذا شو تسوي عنده؟ التمثال هذا تصلي عنده حركة، احنا حركة خذناها قبل كذا لو تذكرون، في حركة خذناها اللي هي لو ضغطنا المثلث، الحركة هذه شايفينها حركة يا أمي، لو تذكرون خذناها، أوريكم الآن فين ناخذها، فتاخذ حركة أمي هذه، تمام، وتطبقها بإيش؟ إكس بإكس، وتفتح لك برضو منطقة فرعية، لازم تسوي الحركة هذه، المنطقة الفرعية خلفها منطقة، هذا طبعا التمثال هذا خلفه منطقة جميلة، الله شوف كيف، شوف الحديقة شيء، بس أنا الرقي أظن بقيل شوية، بس دقيقة الرقي هذه، أوكي والله ثنتين 15 كويس، ما بقيل شوية بس ما مشكلة. طيب فين نجيب الحركة؟ اللي ما عنده الحركة تجينا على قرية بوني، فين قرية بوني؟ فين قرية بوني؟ هنا قرية بوني، شايفين قرية بوني، وتلقى الحركة هنا، شايفين؟ يا اما هنا او هنا، عموما تلقاها هنا عند شجرة، يا اما هنا او هنا في المنطقة هذه، شايفين؟ حركة هذه قرية بوني جبناها احنا معاكم. طيب حنا لهنا وصلنا معكم نهاية المقطع الجميل هذا. الختام لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، ودف المقطع اصحابك خلهم يستمتعون فيه ويستخدمونه، بذات المهتمين بلعبة واضافة إلدر رينج، وحياكم الله بحساب الانستغرام واكس والتيك توك والديسكورد، لا تليكم العاب العبادة والدراسة على اليدين، والسلام عليكم ورحمة الله.